ما قصة حقل الغاز الهائل الذي تملكه أوروبا لكنه محرم عليها استخدامه؟ في البداية دعونا نتعرف على هذا الحقل وأين يقع. إنه حقل غرونينغن في هولندا. ببساطة إنه يعوم على تريليون دولار من الغاز الطبيعي. نعم، ففي هذا الحقل يوجد أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في أوروبا. لكن لا يمكن لهولندا المخاطرة باستخراج كنزها، فما السبب؟ تم اكتشاف هذا الحقل عام 1959، وخلال أول عقدين استفادت هولندا كثيراً من تزايد الإنتاج، سواء لتلبية الطلب المحلي أو تحقيق إيرادات من التصدير إلى العديد من الدول الأوروبية، وبلغ في ذروته 88 مليار متر مكعب عام 1976. ووفق بلومبرغ الأمريكية، لقد كانت دعامة الأساسية لإمدادات الغاز في أوروبا. لكن لم تكن تعلم هولندا أن تزايد نشاط الزلازل في المنطقة سببه أعمال الحفر، ولم تكن تعلم أن ذلك سيجبرها على حظر إنتاج الحقل وإغلاقه. كان تاريخ 16 من أغسطس 2012 نقطة تحول في إنتاج الغاز من حقل غرونينغن الهولندي، إذ وقع زلزال في منطقة الحقل أدى إلى تدمير المباني والطرق وتعريض حياة السكان للخطر. وكان قد سبقه عدة زلازل لكن بشدة أقل منذ بداية 1991. وعندما أثبتت الأبحاث أن الحفر يتسبب في الزلازل، أعطت الحكومة تصريح إنتاج الغاز فقط وفق طرق آمنة. لكن عام 2016 زاد نشاط الزلازل، فخفض الإنتاج بنسبة 10%. وفي أعقاب زلزال آخر عام 2018 جاءت المطالبات بتخفيض الإنتاج أكثر، على أن يتوقف الإنتاج تماماً بحلول عام 2030. أما بعد زلزال عام 2019، قررت الحكومة الهولندية خفض إنتاج الغاز بشكل كبير وإغلاق الحقل بحلول عام 2022 بدلاً من 2030. هنا كانت قد بدأت حرب أوكرانيا، وتوقف إمداد الغاز الروسي، وارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات قياسية أواخر عام 2021، فازدادت الدعوات والضغوط الأوروبية لإعادة إحياء إنتاج الغاز في حقل غرونينغن، ما دفع الحكومة لزيادة إنتاج الغاز من جديد. ومؤخراً، وفق وول ستريت جورنال، ربطت دراسة علمية جديدة بين الزلازل وبين عمليات حقن المياه المنتجة التي تنتج بشكل ثانوي إلى جانب النفط والغاز أثناء عمليات التنقيب في الآبار، كما حصل في أوكلاهوما وتكساس وأجزاء أخرى من الولايات المتحدة. وأوضحت الدراسة أن هناك إجماعاً متزايداً بين الباحثين بأن إنتاج الطاقة يتسبب على الأرجح بنشاط زلزالي. فهل يمكن أن يكون لزيادة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط والبحر الأسود دور في نشاط الزلازل مؤخراً؟